أبي أضحي أو مثل ما تقول أرد جميل هذا الوطن. الوطن أعطانا كل شيء ترى صراحة، من النعم، نعم الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الوطن، فإحنا خذينا كل شيء، بس إحنا ما أعطانا حق الوطن شيء، فإحنا أحس بتقصير نفسي. فلهذا أبي أقدم لمسات جمالية وتقدمية وتطورية مثل باقي الدول الراقية المتقدمة، لأن احنا مع ذلك عندنا أشياء قصور في جميع المجالات، ما أقول في مجال معين. لازم احنا يعني نصير من دول الراقية المتقدمة في بين العالم، عشان العالم يحترمونا طبعاً.